السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم ضمن برنامج الهيكرز سوفت وير راح نتعلم how to create a new project. أول شيء نروح نفتح البرنامج after installation، بعد ما أكملنا عملية التنصيب داخل الحاسبة نروح على الفايل project نعمل new project. إذا أنت ما عندك يعني مشروع مسبق فتفتح مشروع جديد ما يسمى ب new project. أول شيء نختار المكان اللي راح نعمله به، فبلدي أنا بلدي ضمن يعني عمل بلدي بالهيكراس لكتشر عملت فايل فولدر سميته Application of Hikras، هذا راح نعمل عليه خلال فترة تعلم الهيكراس بالكامل. بعد ما اختاريت الفولدر من هنا أنطي الاسم، فالاسم راح أسميه Example. طبعا أنت أي اسم، اسم المشروع تسميه، لكن أنا هنا راح أسميه Example of Application Hikras. Application Hikras software Hikras software تطبيق برنامج الهيكراس بهذا الاسم. after that نقدر نقول له احنا اوكي، ينطيك هذه الإشارة إنه start a new project with الاسم example of application بالامتداد الكامل .brj as the file name and example of application الهيكراس software as the title. So اسم الفايل بهذا الاسم راح يتسمى example of application .brj، هذا الامتداد الخاص بالبرنامج، واسم الفايل الكامل هو هذا مثل ما سميته أنا example of application الهيكراس software as the title. مثل ما أنت اختاريت مكان الخزن ده يقول لي ينبهني إنه ولدي ضمن الهيكراس lecture الفولدر اللي اسمه هيكراس lecture dictionary. the unit system will be set النظام الإحداثيات اللي راح نعمل عليه ك US chemistry unit، تمام يعني، وتقدر أنت تغيرها but can be changed under the option menu. هاي راح نجي نوضحها، نقول له اوكي تمام. لاحظ تفعل هذا الاوبشن، البروجكت انطاك اسمه. هسه ثاني خطوه تروح تتاكد من البروجكشن. لاحظ هنا هسه شنو الوحدات المستخدمه؟ اليو اس اللي هي الوحدات الامريكيه. طيب لو كان عملك بالكامل لهذا النظام او البروجكت اللي انت راح تشتغل عليه هو كان يكون بوحدات بريطانيه او وحدات اخرى، فكيف نحدد؟ تروح على خيار اسمه اوبشن اليونت سيستم، هاي اول خطوه انت تفعلها. عندك اليو اس وعندك اللي هي احنا نسميها الكومستري يعني يحددها اللي هي الوحدات البريطانيه، وعندك السيستم انترناشونال الوحدات الدوليه اللي هي المتريك سيستم الوحدات الامريكيه، وعندك سيت اس ديفولت فور نيو بروجكت يعني تخليها اختياريه اعتمادا على نوع البيانات اللي راح يدخل هو تدخل للبرنامج، هو تلقائيا راح يعني يسرع عليها. فبإمكانك الاختيار تبعا للبيانات اللي انت راح تستخدمها للعمل. فنختار هنا انه هو اوكي سيستم العمل اس اوكي هنا، فنحدد السيستم بهذا المقدار اوكي. نقدر نختار السيستم متريك يونت انترناشونال اوكي. ده هنا يقول لك انه راح انت تغير الاوبشن دو يو وين تو سيت البروجكشن اذا كنت انت هذا يس بهذا المقدار. After that هسه احنا انتهينا من العملية الأولى اللي هي إنشاء بروجكت جديد راح نعمل عليه. أهم خطوة نرجع ونوضحها بهذا الموضوع هو إنشاء فولدر حتى أعمالك تبقى يعني موجودة في مكان واحد، فلازم تنشأ فولدر خاص بيه. لاحظ هسه احنا هنا أنشأنا البروجكت اللي هو الابليكيشن اوف هيكراس. لاحظ تدخل به هنا أنا راح تلقى البيانات بالكامل موجودة هنا، وهذا هو امتداد البرنامج، هذا هو الامتداد الخاص بالبرنامج. لحد هنا محاضرة هذا اليوم هي how to create a new project بطريقة تكون جيدة حتى ما نواجه بها مشاكل مستقبلية ونغير اليونت سيستم. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار خاص ب how to create a new project تقدرون تراسلونا على القناة. طيب دكتورة سؤال آخر قبل ما ننهي الفيديو، إذا إحنا هسه غلقنا هذا البروجكت أوكي do you want to save the project before leaving؟ نعم yes yes اوكي. هسه نرجع نفتح البرنامج مره اخرى بهذه الصيغه. لاحظ هسه بعد ما نفتح ما يحتاج اقول له نيو بروجكت اذا انا دا اشتغل على نفس المشروع، اقول له اوبن بروجكت.
تمام. اروح من هنا احدد مكان الخزن وين انا وضعته بلدي، اختار هذا هو البرنامج، اقول له اوكي تمام. هسه انفتح عندي البرنامج. هاي محاضرتنا لهذا اليوم، هاو تو كرييت نيو بروجكت اند اوبن النيو بروجكت. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلوني على القناه. نلتقي بكم ان شاء الله بفيديو اخر. دمتم بامان.